السلام عليكم، معكم نوف الهلال فاعل جمعوي. كان عندنا هذا المشكل في الحومه ديالنا في حي النهضه في مدينه الرباط. هذا المشكل ديال الهونغار هذا المده ديال شهر ونص ولا شهرين هو كاين هذا المشكل. جوج ديال السيارات اللي الرويضه دخلت في هذا الهونغار وتهرسوا، والمشكل كاين ان الساكنه حتى شي واحد ما ريكلاما، حتى كندوز اليوم المحل حيت هذه غير الدار ديال الام ديالي، انا ما ساكنش هنايا، حتى كنت جاي عند الام ديالي للدار ديالها وانا نشوفو هكا. من بعد اتصلت بالمسؤولين وتلبى النداء في المده ديال 30 دقيقه. اتصلنا بالمسؤولين، صورت فيديو وصيفطته لهم في واتساب، وتلبى النداء اقل من 30 دقيقه تلبى النداء. المشكل اللي عندنا في المغرب هنا ما كايناش ديك الثقافه ديال الشكايه. هذا ميساج، هذه رساله للمواطن المغربي. الله يجازيكم بخير، فيما بان لكم شي حاجه ماشي هذيك حاول تصور وتصيفط للمسؤولين. ماشي غير المجتمع المدني اللي يقدر يخدم هذه الخدمه، حتى المواطن المغربي عادي يصور ويصيفط، يصور ويصيفط. هذا ما كان. استاذي، هذا الهونغار هذا اللي كتكلم عليه، واش شكون اللي طاح فيه؟ بين جوج طوموبيلات وشي سبعه ولا ثمانيه ديال العيالات، عيالات كبار طاحوا فيه، والدراري الصغار بزاف، ديما الدراري الصغار غادي تيطيح فيه. المدة ديال شهرين يوميا تيطيحوا أربعة خمسة جوج ثلاثة يوميا، وجوج طوموبيلات اللي طاحوا تهرسوا، راه كاين الصور ديالهم. كانوا خسائر؟ كانوا خسائر، ضروري ما يكونوا خسائر. خسائر مادية كاينين ديال ديك جوج سيارات، والآخرين راه ضروري واحد ما تيتقصح. هذا ما كان، حنا بغينا نوصلوا غير ميساج للمواطن المغربي باش تكون واحد الثقافة ديال الشكاية، باش أي واحد شاف شي حاجة اللي ماشي هي هذيك يحاول يريكلامي. كاينين مسؤولين، كاينين جهات اللي مختصة، ماشي غير مجتمع مدني ولا فاعل جمعوي هو اللي يمكن ليه يصور ويصيفط. حتى المواطن المغربي تكون عنده واحد الثقافه ديال الشكايه، وتا هو يشكي باش يترفع الضرر. فين شفتي ذاك بحال هكا؟ انا حياتي كلها وانا تنصور وتنصيفط، حياتي كامله معروف نوف الهلال هنا في مدينه الرباط، معروف تنصور وتنصيفط. علاش؟ حيت عندي واحد الشعبيه مع المسؤولين، عندي لي كونتاكت ديال مجموعات المسؤولين، تيسهل داك الشيء. هذا ما كان. بالنسبه حنا للسيكتور عندنا، انا حي النهضه حي كل واحد داخل سوق راسو، كل واحد جار. حتى دابا نيت بغيتي تاخذ تصريح، حتى انا بغيت يعطيك باش تاخذ معاه تصريح، قال لك انا بعيد، كل شيء ما كايناش ثقافه ديال الشكايه، كل واحد داخل سوق راسو. هذا ما كان. وتنشكروا موقع الدار اللي جا للحدث، جزاكم الله خير وانتم ديما معنا. هذا ما كان. ونتمنوا ثقافه الشكايه تعم في البلاد، وتكون واحد الغيره على البلاد وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس سيدنا، الله ينصره ويحفظه لينا. هذا ما كان، وحنا مع المسؤولين ومع البلاد باش تزيد القدام. تحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.